ده الهجمة على الأرض، تقسيمة المباراة، كيفية التعامل مع المباراة. جوزيه جوميز عارف إنه ملعب صعب، مباراة صعبة ومش سهلة هنا في البحر الأحمر في ملعب أستاذ خالد بشارة. أدي كرة قصيرة، أوعى، فرصة، محاولة، ولكن يطلع يلعب دور الليبرو لعيب. يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب. محمد صبحي مقدر إنه في نسبة خطأ ممكن تحصل أو الكرة تبقى قصيرة. الرجوع